بسم الله الرحمن الرحيم. خطاب ديال جلالة الملك نصره الله كان واضح وشفاف، يعني أنه قال لنا صاحب جلالة بأن بعض الدول وكثير من الدول خذوا منا العبرة في الحجر الصحي، لأننا كنا قد المسؤولية، ولكن للأسف واحد النسبة، ما نقولوش كل شيء، ولكن واحد النسبة قليلة اللي تهاونات بعض المرض، وكاين اللي كيقول أن المرض ما كاينش. وصاحب جلالة قال لنا في الخطاب، كنتمنى من الناس كل شيء يوعى، وهاد القضية اللي داروا ديال بالنسبة للضابطة أنهم غيمنعوا الشواطئ والمقاهي، هي في الصالح ديال المجتمع المغربي، لأننا الحمد لله عندنا والدينا وعندنا الأبناء ديالنا، ما غنبغيوش نضروهم، لأننا غنجلسوا في القهوة باش نهز المرض وندير الضام، ما عندي ما ندير بهذا القهوة، وحتى البحر ما عندي ما ندير به. إلا ما تبحرناش وما صيفناش في 2020، احنا شحال من عام وحنا كنصيفوا، والحمد لله باقا سنين فين أننا نمشيو للبحر ونديو وليداتنا ونعوموا ونديروا كل شيء. كنتمنى من الناس أنهم يعني يحترموا يعني التباعد، ويعرفوا بأن المرض خطير، ولا تيقتل لينا ابناء الشعب المغربي، وتقضي على الاقتصاد المغربي، لاننا في امس الحاجه يكون عندنا واحد الاقتصاد قوي، والناس الله يهديهم خصهم يعرفوا بان انسان الا خرج وجاب المرض لوالديه غادي يقتلهم ويقتل جيرانهم، وخصوصا الناس اللي كتعاني من السكن، لان انسان تيكون فقير عنده جيرانه كيدخل المرض يعطيه المرض وماتو تسلم على جارتها، وهكذا كينتشر المرض وكتولي واحد البؤره. وحنا ما بغينا، حنا بغينا نقضيو على هذا المرض، وان شاء الله الخير غيكون قدام. وللاسف كاينين بعض الناس اللي كيأولوا من هذا المرض، تيقول لك حقك يقتل وكيدير هذه، اي المرض راه كيقتل، ولكن خصنا ديما نشوفوا لقدام ونعطيو الناس ديما يبان لنا واحد الامل، لان الامل في الله كبير الحمد لله، هو اللي غادي ينزل الشفاء ديالو. وشكرا. من الشعب يتفهم هاد الجائحه اللي كاينه، والتكذيبات ديال بعض الاشخاص اللي كيقولوا بان هاد المرض هاد الوباء راه ما كاينش، فخصهم يصحوا المعطيات ديالهم ولا يديروا ابحاث ديالهم، يشوفوا واش كاينين المعطيات هادشي، واش كاين في دول اخرى يبحثوا. فالانترنت الحمد لله دابا راه مسهل لكل شيء، فالشعب المغربي خصو يعرف بان كاين واحد الوباء اللي خطير وكيشكل واحد الخطر كبير على الصحه ديال الانسان، فراه خصنا نتساعدوا كاملين ونديروا اليد في اليد ما بين السلطات والشعب، وكل ياخذ المسؤوليه ديالو باش نخرجوا من هذا الوباء بواحد النتيجه ايجابيه. فاحنا دابا مقبولين على التعليم، الدخول ديال المدرسه، فالابناء ديالنا ديال الشعب المغربي كاملين راه حنا مسؤولين عليهم، فخصنا نديروا اليد في اليد باش الابناء ديالنا يقدروا يولجوا للمدارس في واحد ارتياح كبير، ما يبقاوش عقاش عندهم واحد الاضطراب واحد الخوف من هذا الوباء. فكنظن بان خص الشعب المغربي كله حال الوقت باش نديروا يد في يد نخرجوا من هذا الوباء، راه نسبه الوفيات ارتفعت عندنا، نسبه المصابين ارتفعت، فالاختلاط خصنا نبعدوا منه، نحاولوا نتاخذوا الاجراءات اللازمه، وان شاء الله يوفقنا الله، كنتمنوا التوفيق للشعب المغربي كامل ان شاء الله. بالنسبه لهذا المرض والوباء الجائحه هذه راه قضات على بزاف ديال الحوايج، بالنسبه لنا حنايا صنطنا الخطاب البارح وكان في المستوى ديال التطلعات ديالنا، وحنايا ان شاء الله غادي نقضيو عليه، والعزيمه ديالنا ان شاء الله غادي نحيدوا هذا الوباء. وبالنسبه لنا حنايا راه حنا بغينا نحافظوا على الوليدات ديالنا، وبغينا الدخول المدرسي حتى هو يكون في واحد البلاصه اللي ما يكونش فيها قاعد الوباء، باش دراتها هما يقراوا ويستمر الدراسه كما البلاد كامله راه هي متحده، ونتمناو من الله بان هذا الوباء يترفع علينا، هذا هو اللي كاين. بالنسبه لنا حنايا راه حنا مخرجين وليداتنا، واخا كاين هذا الوباء راه ما قدرناش، راه النفسيه ديال الدراري وداك الشيء راه تاثرات، شحال 3 شهور ولا 4 شهور هما مريحين في الدار، حنا حاولنا كنخرجوهم بحال هكا ساعتين 3 سوايع في النهار، مره كنديهم للبحر بحال ما هكا، حنا قراب للبحر باش بنادم يبدل الجو شويه وصافي. شوف محمد، كنسكن في حد السوالم، متزوج، عندي ابن اسم ديالو امير. وبالنسبه لهاد الجائحه ديال كورونا، يعني الناس ما بقاوش متيقين،
ان كيقولوا كورونا ما كايناش راه اشاعه، بالعكس هي كاينه، خاصة الناس ياخذوا الاحتياطات ديالهم، يعني مي يحاولوا ما يبقاوش يختلطوا بزاف، ينقصوا من السلام و يعني يديروا الاحتياطات ديالهم كامله، وستر الله يعني الا جات شي حاجه من عند الله ديك الساعه راه مرحبا بها، يعني العبد ما يتسببش هو في الاذى لنفسه والناس اللي قراب ليه. كرا يعني ميساج راه واضح بالنسبه لسيدنا الله ينصره، راه كان ميساج واضح، يعني ما بغاش يرجع يقيد الناس، يعاود يدير لهم هذاك الحجر، يعني في استطاعته هو حتى واحد ما بقى يخرج، حتى واحد ما يرجع داكشي كما كان في الاول، ولكن هو راعى الناس، واخا الناس هي ما راعتش ليه وما راعتش الامن بصفه خاصه، وحنا اللي قال سيدنا راه حنا كنمتثلوا له بطبيعه الحال. وهاد الوباء وهاد المرض اللي جانا عامه، حنايا كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يهز علينا هذا المرض، عامه اسلام مسلمين ونصارى ويهود كلشي حنا كفاف بواحده. الخطاب تاع الملك البارح مع سيدنا كان كيهضر غير على هذا الوباء، وسيدنا راه باغي مصلحتنا، باغي مصلحتنا ومصلحة الشعب، وساعدنا وعاونونا في هذيك الشيء اللي تبرعوا علينا وعطاونا باش دوزنا داك الشيء ديال ديك التبرع اللي دار معنا، الله يجازيه بخير، هو مع الشعب المغربي، والله يحفظوا لينا، الله يحفظوا لينا، عاش الملك، الله يحفظوا لينا، الله يخليه لينا، الله يطول عمره، الله يحفظهم، الله يسعد ربي ويعز عليه هذا الوباء، امين، ويهزوا علينا جميعا، وحنا راه تنبغيوه عزيز علينا، الله يحفظ سيدنا، والله يحفظ، الله يحفظ الاسره العلويه، وحنايا كنبغيو هذا الشعب يلتزم وزعما ويديروا واش ضروريه، ويديروا الالتزام ويديروا البعد الشيء ديال هذاك، وينتظموا وكينقيو البلاد، وحنا باغيين عام مصلحه البلاد ومصلحه الشعب. نعاون هذه البلاد باش تخطى هذا الشعب المغربي كافه اجمعين، وراه كل شيء كان قايم بالواجب، لا من بوليس، لا من دراك، لا من سلطات، كل شيء كانوا متعاونين. بحريه الملكيه راه فيها وليداتنا، حتى هما كانوا مساكن اربع شهور ما شفناه، قاعد زاد تعدوا بنيه وما شفناهش، مسكين كان مدير كل شيء، كان ملتزم، وخص الشعب يتعاون معنا بهذا الشيء ديال اللي ترشدونا على هذه الكمامه، هي الواجب الاول بعدا باش يلتزم هذا الحجر. حنا دابا كنا في الحجر الصحي، كنا من الضمين، من ناحيه هذا الحجر الصحي راه بنادم راه تخطى كل شيء، ولا كل اسواق ولات مزدحمه، مزيانه ودي راه داك الشيء راه غيبعد منا هذا الوباء ان شاء الله، وخصنا نلتزموا، وكنطلب من الناس يلتزموا ويديروا هاد الكمامات راه مصلحه ديالنا، مصلحتنا، وحنا كنطلبوا من الشعب المغربي يكون ملتزم ويدير الكمامات ويدير البعد هاد بين الواحد والواحد، وهذا الشيء الله يبعد علينا هذا الوباء، وعاش الملك، والله ينصروا لينا، الله يحفظه، وكنحبوه، وملي كنشوفوه قلبنا كيبورش، والله يجيب لي الشفاء، والله يكون معاه، والله يكون معاه، والله يجيب لي الشفاء، وحنا ملي كنشوفوا سيدنا كيخطب في التلفازه رحمنا كيبورش، وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. المغرب كنا فيما قبل كنا في واحد المرحله اللي كنا مسيطرين على الوباء، وكانت الاصابات خفيفه، ما كايناش بواحد العدد كبير، وفي نفس الوقت الوفيات ما كايناش بواحد العدد كبير، الا ان تراخي بعض المواطنين او واحد النسبه من الشعب، من الاسر ومن المجتمع المدني كيسحب باننا خرجنا من هذه المحنه ديال كوفيد، الا اننا ما زلنا نتخبط وسط امواج كوفيد الكبيره. فخطاب الملكي كيوضح وكيسطر المسطره باش نمشيو كاملين في واحد الاتجاه معين باش نرجعوا للمرحله اللي كنا فيها من قبل، باش ما تكذبش المعطيات اللي كانت كتعطى من قبل، المعطيات اللي كنا فيها ما تكذبش من طرف بعض الدول او غير ذلك. فالخطاب الملكي وجهنا واحد التوجيه باش المجتمع المدني يتفاعل مع الوباء، والسلطات المحليه وجميع مكونات الشعب المغربي، يعني حال الوقت باش نديروا اليد في اليد كاملين وراء صاحب الجلاله، باش نخرجوا من هذه المحنه بواحد النتيجه ايجابيه، ونتفاوتوها ان شاء الله
ونكونوا صباقين قبل الدول، نبينوا لهم بان الشعب المغربي راه كامل كيمشي وراء صاحب الجلاله في التوجيهات ديالو، وبان الشعب المغربي راه كيفهم كيعرف بان الوباء راه خطير وخطير جدا، ان دابا ولينا ارتفاع كبير ديال عدد الوفيات شيء مقلق للغايه، والاصابات مقلق للغايه، داك الشيء خطير بزاف، يعني خصنا نتفاعلوا معاه باش نحاولوا نتجاوزوا هاد المحنه. وحنا دابا راه مقبلين على واحد الدخول مدرسي للاطفال والشباب، انهم خصهم يولجوا للمدرسه في واحد الارتياح، في واحد الطمانينه على الاقل، باش يكونوا مجهزين للدراسه ديالهم. كما غادي تنصح الوزاره واش غادي يكون داك الدراسه عن بعد او في الاقسام، التوجيه راه حنا غادي نستجبوا ليه، الا ان خاص المجتمع المدني والسلطات المحليه حل الوقت باش نديروا اليد في اليد كاملين، يعني لا اسر، فرد صغير كبير، توجيهات نتبعوها باش ان شاء الله نخرجوا من هذا الوباء بواحد السرعه كبيره، نبينوا للعالم بان الشعب المغربي راه شعب مثقف، بان شعب كيستاجب لصاحب الجلاله، باننا شعب مسالمين، كنتفهموا الاوضاع ديال اي مساله كنمشيو فيها. ما كيفرقش بين فيروس ومرض، فيروس حاجه ومرض حاجه. كوفيد 19 واحد الفيروس اللي اغلبيه كيقول لك انا بحال ضربني البرد، كاين اللي ما معترفش به، كاين اللي كيقول ان الكوفيد راه غير كاذبين علينا، وكاين اللي واعي بان القضيه ديال ان كاين الكوفيد. ملي كاين الكوفيد كاين واحد الالتزامات خص الشعب، اولا المشكل منين تيجي من الشعب، خصو يوعى، خصو يعرف ان كاين واحد المرض. الا احترمنا التباعد، احترم بنادم يدير بافيت ما يتسلفش بافيت من عند واحد اخر، كاينين شي ديور اللي كيديروا بافيت وحده كيديروها عائله كامله، ولا الجيران كيتسلفوا لي بافيت، ولا داك عنقني وبوسني وداك الشيء ديال السواق وداك الشيء، راه الفيروس راه غادي واحد الوقت غادي يتحد. سينو دابا راه بقات القضيه بحال هكا، راه ما عمرنا غادي نزيدوا القدام، نبقاو عايشين بحياتنا كامله. تو سامبلومون السخون كلشي اي واحد غادي يفكر يجي للبحر. دونك دابا ملي تسدى الضرب وعزات، تسدى شي بحور في محمديه وداك الشيء، كلشي غادي يبان ليه، كلشي غادي يبان ليه يجي هنا يلتجه السيد رحل. واخا كاين ديبلاسمون اونتخ لي فيل غادي قالوا غادي يمنعوه، ولكن الحمد لله بعد السلطات دايرين الخدمه ديالهم، كاينين شي وحدين كاع كيعطونا لي بافيت، اللي ما عندوش بافيت كيوقفوا كيعطوه بافيت. دونك متفاهمين الوضعيه، ان كيحاولوا يوعيوا الشعب، واحد الطبقه من الشعب، حيت واحد الطبقه اخرى ما بغاتش توعى. وسينو غير اللي غادي يجي من بلاصه اخرى، غادي يجي هنايا زعما يتبحر ويبدل الجو، يكون فاهم هذه القضيه ديال ما خصوش، خصو يحترم مينيموم ان متر خدمي ما بين الواحد والواحد. ما تدخلش تكشكش في البنكه، ولا تدخل تكشكش عند مول الحانوت ولا عند مول الخضره ولا هذا، باش تبقاو غادي عاوتاني بخير، زيرو حاله، وبقى عندنا ديجا او موان فين خرجوا نتنفسوا. سينو انا بقينا بحال هكا راه غادي يرجع عاوتاني الكونفينمون، غادي يرجع كل شيء يدخل في حالاته، وغادي يرجع عاوتاني الروينه اللي كانت عندنا قبل، وعاوتاني غادي تولي عندنا كريز ايكونوميك كبيره، حيت الكوميرس غادي يتصدوا.